الخطيب تاكل سنتادو هو كابتن الخطيب طبعا تاخري كي نمير لا سانتي كو كاتي كو 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 بريزيدنت. اتكلمت دلوقتي عن علاقتي مع كابتن الخطيب والنهارده هو رئيس النادي. اسك جادي ستودو هو فعلا متهيألي انا قلت كل حاجه. جراند فيجورا انه شخصيه كبيره في كره القدم المصريه الافريقيه من اللعيبه الكبار في افريقيا في تاريخ افريقيا واتمنى له النجاح كرئيس نادي نفس النجاح اللي كان عنده لما كان نائب رئيس ونفس نجاحه كلعيب فهو شخصيه كبيره في كره القدم في الاهلي واتمنى له كل السعاده من قلبي لان انا اهلاوي وانا كمان وان هو برجوع للنادي زي ما قلت من شويه وحد النادي تاني. النهارده الجماهير مع النادي والمفروض يكونوا دايما كده هم كان فتره ما كناش موجودين فاتمنى له كل السعاده النهارده انه بدا مرحله جديده في حياته بعد ما كان عنده صعوبات صحيه تخطاها كبطل اتمنى انه يتخطى نفس الصعوبات اللي هيقابلها كرئيس نادي زي ما تخطى المشاكل الجدية اللي كانت عنده الصحية فهو بطل وأنا متأكد أنه هيكمل على أنه يكون بطل كده. يعني كلام صعب أن أنا أعلق عليه، كلام مقنع جدا وكلام في الهدف يعني. اتفضل.